لا تنسى يا ساتر الاشتراك ان في شاء الله. القناة. انا اصلا متضايق ومتعصب، معلش ما قناة تزعلوش مني بسبب بحر المنوعات. الماتش اللي احنا يعني اتغلبنا من تونس. لو كنا اتغلبنا بلاش والنبي حته التحكيم اللي انتم معلقين عليها. التحكيم عمل لكم ايه؟ انتم منتخب ما جيتوش اصلا، ده ربنا بارك لكم وكسبتوا كده بدعاء المصريين والمصريات. انتم منتخب ما جيتوش اساسا. ايه مصطفى فتحي دوت اللي بيضيع الكرة جون فاضي قدامه بيشوطها في السماء، يعني ناقص الكرة. انا حسيت الكرة جت في وشي وانا قاعد في التلفزيون، ولا مش عارف. انا لعيبة كلها محليين في محليين دون المستوى نهائي، مفيش لعيب كويس في المنتخب. انا ما شفتش لعيب كويس غير لعيب او اتنين في المنتخب بالكتير قوي. عمرو السولية اللي انتوا ظالمينه ليه النهار دوت، عمرو السولية اللي طلعنا، عمرو السولية ايه يا جدعان؟ ده عمرو السولية احسن لعيب في البطولة في كأس العرب. عمرو السولية احسن لعيب مش في مصر، لا في البطولة كلها هو عمرو السولية. عمرو السولية اللي بيعمل كل حاجة في الكورة اصلا في منتخب مصر، هو اكرم توفيق ومحمد الشناوي. ايه مصطفى فتحي وابو الفتوح المفتوح ده؟ ابو الفتوح مفتوح على طول على الجول، مفيش ابو الفتوح نهائي. انا ما شفتش ابو الفتوح ده اصلا جه البطوله ده اساسا. انا ما اعرفش ازاي مفيش في منتخب مصر، مفيش منتخب مصر ما فيهوش باك شمال. منتخب مصر اللي بيجيب العتاوله طول عمره، ازاي منتخب مصر اللي بيجيب العتاوله احسن باك شمال في افريقيا كان بيبقى في منتخب مصر محمد عبد الوهاب وسيد معوض ومحمد عماره، اقوى باك شمال في مصر طول عمرنا يعني. يا راجل ده انت لو قلت لاحمد ابو مسلم اللي ما لعبش ماتشين ثلاثه في المنتخب هيبقى احسن من ابو الفتوح ده. انا ما اعرفش اختيارات المدرب بتاع المصري ده، ايه الاختيارات اللي اختارها دي؟ وداوود ومروان حمدي ومش عارف مين، انت رايح ايه؟ وفين طارق حامد؟ ما خدتوش ليه؟ ما خدتش طارق حامد ليه انت؟ انا مش عارف. وجاي الاخر تقول لي تحكيم ما ظلمنا؟ تحكيم يا عم، انت مصري ولا ايه؟ ده المدرب ده شكله مصري، بيعلقوا كل حاجه الشماعه بتاعتهم التحكيم التحكيم تحكيم ايه؟ التحكيم حسب ضربه جزاء وبعدين لغاها، فين الظلم اللي انت ظلمته؟ ظلمت الفاول؟ تعالى العب عرضيه دخل جول؟ ايه الظلم في كده؟ مفيش ظلم ولا في اي حاجه خالص، هي كانت ضربه جزاء. الظلم اللي انت بتتكلم فيه دوت، هيثم فاروق طلع لي على قناه اون سبورت امبارح عمال يالف، وبين سبورت قصدي، عمال يالف امبارح طارق دياب قال فعلا مفيش اي حاجه في التحكيم، وفعلا انا مش شايف في حاجه في التحكيم ان اللي هي تستدعي ان احنا نعلق شماعتنا على التحكيم. روح شوف الهجمات اللي ضاعت من منتخب مصر. وبعدين مجدي قفشه اتغير ازاي الشوط الاول؟ الله اعلم كان مصاب ولا ما كانش مصاب، ولا تغيير تكتيكي من المدرب بتاعنا. وانت عندك غير مجدي قفشه في المنتخب بتغيره لي؟ مفيش غيره ثاني على العاب في المنتخب واخده انت؟ انا مش عارف انا ايه ده اللي انتوا فيه ده. ومروان حمدي مفيش مهاجم في مصر غير مروان حمدي ده، انا مش فاهم ايه مروان حمدي ده. ومصطفى فتحي، مصطفى فتحي بطل الكوره بقى له 10 سنين ما بيلعبش كوره اساسا، واخره يلعب قدام سموحه وامبي وحرس الحدود والناس دي. هو ده مصطفى فتحي؟ مصطفى فتحي كان في الاول كويس اه، لكن بعد الاصابات خلاص ما فيش مصطفى فتحي. مصطفى فتحي عمال يجري رايح جاي يجري رايح جاي، ما فيش ولا وصه حلوه ولا شوطه حلوه ولا لعبه حلوه. ايه حط جون في الاهلي ورحت انت واخد المنتخب؟ هو ده يعني هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ طارق حامد ازاي ما خدتوش في المنتخب؟ تقول لي اصل هو دخلاته جامده، ما هو البطولات دي عايزين واحد قوي في البطوله مش عايزين واحد ني. طارق حامد لازم يروح المنتخب بعد اللي احنا شفناه دوت، مفيش خالص دفاع في المنتخب. انا ما شفتش حاجه خالص. طارق حامد هو احسن لعيب كده في المنتخب في خط النص، مع احترامي لحمدي فتحي وعمرو السوليه. عمرو السوليه كان احسن لاعب في البطوله وملناش حاجه، وحمدي فتحي كان كويس، لكن برضه لازم يبقى في طارق حامد معاك، لازم طارق حامد، ولازم يشوفوا باك شمال باي شكل. ابو الفضوح ده ما يخش المنتخب تاني، ابو الفضوح ما يلعبش كوره في المنتخب تاني، خلاص اخره النادي الزمالك، لان الزمالك بيلعب قدام حرس الحدود مش عارف ايه، هو ده اخر الزمالك. لكن هيتفاجئ في افريقيا ان الزمالك برده مش هينفع في الزمالك مع الزمالك في دوري ابطال افريقيا ده. لازم لعيب كويس في باك الشمال في نادي الزمالك كمان. وده رايكم، انا ماليش دعوه برايكم نادي الزمالك، لكن انا اللي يهمني منتخب مصر دلوقتي. منتخب مصر على المستوى اللي احنا شفناه امبارح ده والتشكيل ده، مش هنوصل كاس العالم ولا هنعمل حاجه في بطوله افريقيا. من الاخر كده، مع انضمام طبعا محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه ومرموش، اللعيبه دي ماشي ما قلناش حاجه. وعلى فكره البطوله العربيه عشان تبقوا عارفين هي مجرد اختبار للمدرب المصري، واختبار للعيبه الجداد اللي احنا شفناهم دول. اه وما قلتش حاجه ان المدرب بخد اللعيبه دي كلها عشان يجربها البطولات اللي جايه والمتوشه المهمه اللي جايه، بس برده كان في اختيارات ممكن تختارها احسن من كده. يعني لو انت بصيت شويه على الدوري المصري كنت هتختار احسن من كده. يعني انا كان عندي تاخد وليد سليمان
وتاخد لعيب كمان من الزمالك، تاخد شيكابالا مع اني ما بحبوش ولا بقبله ولا عايز اشوفه اصلا في المنتخب وما بيعملش حاجه، بس كان هيبقى احسن من اللي انت واخدهم دول، كان هيبقى احسن من اللي انت واخدهم دول شويه. مصطفى فتحي ده بطل كوره يا راجل، بقاله 10 سنين مصطفى فتحي بيشوط الكوره وصلت عندنا هنا لدرجه اللي جت في واحد في وش واحد عورته. انا مش عارف مصطفى فتحي ده جاي المنتخب بيعمل ايه. يلا معلش، حال اللي حصل حصل، وان شاء الله تراجعوا اخطائكم. ورايح مصطفى فتحي يكتب لك تويتر يقول لك انا اسف حقكم عليا. لا يا اخويا مش اسفين، مش عايزين اسفك يا اخويا، مش عايزين اسفك، خلي اسفك ليك، احنا مش عايزين اسف حد، احنا عايزين ناخد بطولات. تقعدش تقول لي احنا كنا احسن واحنا اللي ضيعنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا، وبعدين تقول لي اصل احنا اسفين احنا عملنا اللي علينا. لا يا حبيبي انت ما عملتش اللي عليك يا حبيبي، كرة جوان يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها تبقى محتسح 90 دقيقه والاخر يجي في الجون وتخرج من البطوله تقول اصل احنا كنا احسن وحظوظ. لا كرة ما فيهاش حظ، كرة اليومين دول ما فيهاش حظ. ريح بس انت ما تقوليش الكلمه دي عشان انا بتضايق من كلمه حظ في الكوره دي. فان شاء الله انا اصلا متضايق ومتعصب، معلش ما تزعلوش مني بسبب الماتش اللي احنا يعني اتغلبنا من تونس. لو كنا اتغلبنا من اي منتخب تاني ما كناش هيفرق معايا على فكره. تونس كسبت امبارح مصر، عاملين في تونس كانهم خدوا كاس العالم، لان هم عارفين حجم منتخب مصر طول عمرنا عاملين ايه معاهم، يعني بنديهم على طول بنلسعهم الاهلي ومنتخب مصر على طول بيلسعوهم. هم عارفين ان هم اخيرا كسبوا في بطوله بقت رسميه من الفيفا وبقت حاجة كويسة يعني. فيلا إن شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي، وما تستنوش بقى تالت ورابع، لأن احتمال ممكن يكون قطر تكسبك، فمش فارقة معايا كتير يعني. بطولة عربية كده تعتبر انتهت، لأن هو المكسب فيها كأس العرب، غير كده ما تستناش أي حاجة، هو البطل هو اللي بيستنى له أي حاجة، لكن تالت ورابع تكسب تخسر مش فارقة معايا. شكرا لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة قناة بحر منوعات، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات كتير وتحليل كتير جدا للدوري الجاي ان شاء الله. اول ما الدوري يبدا هبدا تحليل جديد، وهتكلم بكل صراحه، واللي يزعل يزعل، انا هتكلم بكل صراحه وبكل ادب، هقول له وحش وحش والحلو حلو في وشك، فهتكلم بكل صراحه يعني. اشوفكم على خير، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام 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 عشان متضايق. لا تنسى الاشتراك في القناه، قناة بحر المنوعات.